اليوم غنديروا سلطة مغربية عادية. غنحتاجوا 4 ديال المطيشات او 4 ديال البندورة مقشرين ومقطعين، وغنحتاجوا شوية ديال الخس مقطع وشوية ديال الخس ما مقطعش للتزيين. غنحتاجوا بصلة صغيرة مشلضة، وغنحتاجوا نص خيارة حتى هي مشلضة مقطعة، وغنحتاجوا معلقة صغيرة ديال لاموتارد او الخردل، ومعلقة صغيرة ديال الخل، ومعلقة كبيرة ديال زيت المائدة، وغنحتاجوا الزيتون الاسود للتزيين وشوية ديال المعدنوس للتزيين ايضا، ونص حامضة، وغنحتاجوا شوية الابزار وشوية الملح. خديت معلقة ديال الزيت درتها في الزلافة اللي غنخلط فيها، معلقة صغيرة ديال الخردل أو لاموتارد، معلقة صغيرة ديال الخل، كناخذوا البزار والملحة، ما نكتروش الملحة لأن لاموتارد مالح. غنزيد فوقهم 10 ديال الحامض، ونخلط المكونات، كتسمى اون صوص فينيغريت. انا بدلت البلاصه لان الصوره ما واضحاش، هاد الزلافه او هاد البول غارق. نخلط لاصوص ديالي، الملمس ديالها كيولا ولات عقده. كناخذوا البصله، كناخذوا الخيار، كناخذوا الخس مقطع، درت صحن كبير باش نقدر نخلط فيه. دابا خويت لاصوص ديالي في لاصالاد، غنخلطها، anyway غادي نخلطوها مزيان. هذا هو الطبق النهائي ديال السلطة ديالنا، سلطة مغربية عادية منعشة. صراحة أنا طلبت عليا واحد السيدة من الإمارات، سيدة عزيزة، قالت لي ديري سلطة مغربية، اللي عجبتو الوصفة يدير لايك وشير وسبسكرايب ويبارطاجي مع لي زامي ويفعل الجرس باش يوصلو الجديد، وشكرا.